مفاجأة تغريدتنا هذه الليلة لرجاء تصابني شفاء وهناء منورين لأول مرة في ثلاثة تغريدة. مرحبا بكم، مساء الخير، مرحبا بكم، بونسوا، مرحبا، تفضلوا، أهلا وسهلا، مرحبا، تفضلوا تفضلوا، مرحبا بكم صفاء وهناء. رجاء كي جاتك المفاجأة ديالنا اليوم؟ أول حاجة صفقوا بزاف على هادو التوأم، لؤلؤتي لؤلؤات المغرب، سميتهم أنا لؤلؤتي المغرب، تبارك الله عليهم. عندي معاهم واحد القصة طويلة غادي نحضروا عليها من بعد، لكن أنا فعلا خاص الجمهور يعرف أنا ما كنتش عارفة. كنخبيهم من قبلها وطاقم برنامج كيخبيهم، ما شاء الله ما نقولولهاش. ما شاء الله، بالعكس أنا جد سعيدة أنه فاجأتوني. اسمح لي أنني رحبت صفاء وهناء. مرحبا بهم، أهلا. متأكد حدش أنا تلفت مرة أخرى. هناء صفاء، هناء صفاء وهناء، مرحبا بكم. وكنحييكم على لي بيل غوب ديالكم اللي أنتم المصممات ديالهم. تماما، انا وصفاء بالموازاه مع الدراسه ديالنا الماستر اداره الاعمال كنا كنديروا لي كور دو سوار ديال لاوت كوتور، والحمد لله. ومن البدايه ديالكم معروفين انكم انتم اللي كتصمموا الملابس اللي كت تماما. قبل ما نقراو انا وهنا كنا كنشدوا المقص وكنزعموا فيه، زعما ما كنديروش ديك الف تخميمه وتخميمه ولا ضربات المقص، ما عندناش، ما كاينش هذا الشيء. نتكلموا على صفاء وهنا والجديد ديالكم. قمتوا بحمله اعلاميه كبيره دايوغ اللي كنحييكم، وعلى العمل البروفيسيونيل اللي قمتوا به باش تروجوا لداني ديتو. شكون داكم وديتو؟ ما دانا حد باقي هنا؟ لا، باقي انا وما دينا حد، مي تكون شي حاجه ان شاء الله غنقولوها، وبيان سور افيك بليزير ان شاء الله. الشعب المغربي اللي كيبغينا فرحوا معنا يا كهانة. ضروري. انا اول حاجه ماما شافتهم في مجله دايرين غلاف، قالت لي عجبني نقول لكم حاجه، قلت لها ما قالت لي صفاء وانا تجوجوا ما عرضوش عليك. هما دايرين غير فوتو سيشن ديال العرس، وجابوا لهم واحد جوج توأم، يمكن حتى هما توأم، وتصورتوا والوالده قالت لي ما عرضوش علينا ابدا جيراننا. ابدا، واش نديروا عرس وما نعرضوش عليك ولا الوالده والوالد؟ وعلى الوالده على سلامته بعدا، الله يخليك، سلامته، الله يسلمك. داني وديتو شنو تقولوا لنا عليها؟ داني وديتو انا وصفاء حاولنا نجبدوا ذوك الدراسه اللي قريناها نوظفوها في الفن ديالنا. حاولنا انا وصفاء عندنا ماستر في الماركتينغ انترناسيونال في الوقت الدولي، وقلت لي مالا نوظفوا دراستنا في خدمتنا، وعطات هاد لي فخوي زوينين الحمد لله، لانه كان عمل متكامل من الاول حتى الاخر بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الجروب اللي معانا اللي كيعاونوا. لانه من كلمات محمود برحيل والحان محمد نوبال وتوزيع رشيد محمد عادل، تحياتنا لهم، الله يخليكم كاملين. وكنتمنى ان شاء الله العمل الجديد يلاق نفس النجاح. رجاء، انا اعتزلتي الغرام، كانت في الخير عليك جوج المرات هاد الليله، مفاجاتنا ليك اكيد، ونرجعوا 10 سنين للتالي كانت ايضا في الخير عليك اكيد. هاد الاغنيه كانت السيده ماجده الرومي، كانت يلاه نزلاتها هذيك الاسبوع اللي انا كنت فيه مشتركه في البروغرام، ايوا، وجاتهم الفكره انه نغنيها، فتبارك الله هذيك الاغنيه جابت لي، حصدت لي تصويت يعني افلاطوني من الناس. وكون ما غنيتش هذيك الاغنيه ما كنتش يمكن نكمل حتى الاخر، لانه بقيت كنحصد التصويت الاخر، فكان فالها خير عليا. وكنحيوا هذوك العمالقه وسيده ماجده الرومي، وهذه الاغنيه اصلا هي من اعز الاغاني لقلب الوالده ديالي، كنحييها. تحياتنا الام وصديقتي حياه جبران، كيموتوا عليها. تحياتنا لهم كاملين. صفاء وهناء الجديد اللي مازال جايبين الجمهور ديالكم، شنو كتحضروا؟ انا وصفاء كنحضروا اغنيه جديده سينجل غتنزل هذه المره بكليب. وي، وانا وصفاء باقي في مشاورات ومناورات ودراسات. كتخاصموا اثناء الخدمه؟ كلمه كتناقشوا ضروري، لانه اي منتوج زوين تيكونوا مجتمعين فيه او مشتركين فيه جوج ديال الاشخاص تيخص ضروري تقنعني نقنعها، نتبادلوا الاراء ضروري، لكن ما كنتخاصموش. لا لا، راه تخاصمتوا لصالحكم ماشي مشكل. مع قريبه الدار حدا الدار، الا بغيتوا حتى شي اكيد انا ديما كاينه، دابا في هذا الوقت كاينه بزاف، بغيتو شي انا على راسي وعيني كنبغيت انا نساعد، إذا كان حاضرة مرحبا ديما. أنا بغيت نذكر ذكرت واحد القضية، كنا أول مرة نزلوا لبيروت لبنان، أول مرة نحطوا رجلينا في بيروت، ومن زهرنا كانت نص طيارة معنا رجاء قصابني، و
اول نزله ديالنا كانت كنظن احسن نزله ممكن ينزلها الفنان، لانه كانت بالتصوير وبالاضواء، وكانت رجاء اول كلمه قالت لهم كنقدم لكم لؤلؤتي المغرب. ياك شكرا جزيلا. هذا ماشي واجب، هذا الشيء انا مفرحات عليه من قلبي بحال نقطه العسل على قلبي، لانه انا كانوا كيتلقاو لي ديما الكاميرات وهذا، وانا نقول لها اجي على واحد جوجات بلاتي تمشي نجيبتهم وتصورنا كلنا ونزلنا في الاخبار. رجاء هي فنانه وتقلبها كبير وما عندهاش ضغونات ولا شي حقد ولا حاجه، وانا ورجاء والجمهور غادي نتسناو الجديد ديالكم بكل فارغ صبر. وتكلمتوا لاول مره، وحنا وصلنا بدورنا لفقره اول مره في برنامجنا هذه الليله، ولكن قبل نبغي نشكركم لانكم نورتونا وكنتوا ضيفات جميلات وخفيفات على القلب، ودائما غتكونوا منورانا في منوراتنا في بلاطو تغريده. شكرا لك زينب، شكرا للجمهور اللي كان حاضر معنا، وكان شكرا لك رائع. ميرسي رجاء، ونتلاقاو قريبا. ميرسي ليكم، وهجدي لي واحد اللبسه راه حتى غنبدا نلبس من عندكم. مرحبا مرحبا. غجيم ام غجيم، مازال نتكلموا على انا لقيت كليان، مازال غادي نتكلموا على رشا. ما شاء الله، بالعكس انا جد سعيده انه فاجاتوني. اسمح لي انني رحبت بصفاء وهناء. مرحبا بهم، اهلا. نتاكد حيتاش انا تلفت مره اخرى. هناء صفاء، هناء صفاء وهناء، مرحبا بكم. وكنحييكم على لي بيل غوب ديالكم اللي نتوما المصممات ديالهم. تماما، انا وصفاء بالموازاه مع الدراسه ديالنا الماستر اداره الاعمال كنا كنديروا لي كور دو سوار ديال لاوت كوتور، والحمد لله. ومن البدايه ديالتكم معروفين انكم نتوما اللي كتصمموا الملابس اللي كت تماما. قبل ما نقراو انا وهنا كنا كنشدوا المقص وكنزعموا فيه، زعما ما كنديروش ديك الف تخميمه وتخميمه ولا ضربات المقص، ما عندناش، حنا ما كاينش هذا الشيء. نتكلموا على صفاء وهنا والجديد ديالكم. قمتوا بحمله اعلاميه كبيره دايوغ اللي كنحييكم، وعلى العمل بروفيسيونيل اللي قمتوا به باش تروجوا لداني ديتو. شكون داكم وديتو؟ ما دانا حد باقي هنا؟ لا باقي انا وصفاء، ومدينا حد. مي تكون شي حاجه ان شاء الله غنقولوها، و بيان سور افيك بليزير ان شاء الله. الشعب المغربي اللي كيبغينا فرحوا معنا يا كهانة. ضروري. انا اول حاجه ماما شافتهم في مجله دايرين غلاف، قالت لي واجب نيت نقول لكم حاجه، قلت لها ما قالت لي صفاء وانا جوجو ما عرضوش عليك. هما دايرين غير فوتو سيشن ديال العرس، وجابوا لهم واحد جوج توأم، يمكن حتى هما توأم، وتصورتوا والوالده قالت لي ما عرضوش علينا ابدا جيراننا ابدا، واش نديروا عرس وما نعرضوش عليك ولا الوالده والوالد. الوالده اللي سلمتوا بعدا، الله يخليك. سلمتوا، الله يسلمك. داني وديتو شنو تقولوا لنا عليها؟ داني وديتو انا وصفاء حاولنا نجبدوا دوك الدراسه اللي قريناها نوظفوها في الفن ديالنا. حاولنا انا وصفاء عندنا ماستر في الماركتينغ انترناسيونال في الوقت الدولي، وقلت لي مالا نوظفوا دراستنا في خدمتنا، وعطات هاد لي فخوي زوينين الحمد لله، لانه كان عمل متكامل من الاول حتى الاخر بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الجروب اللي معانا اللي كيعاونوا. لانه من كلمات محمود برحيل والحان محمد نوبال وتوزيع رشيد محمد عادل، تحياتنا لهم، الله يخليكم كاملين. وكنتمنى ان شاء الله العمل الجديد يلاق نفس النجاح. رجاء انا اعتزلتي الغرام، كانت في الخير عليك جوج المرات، هاد الليله مفاجاتنا ليك اكيد، ونرجعوا 10 سنين للتالي كانت ايضا في الخير عليك اكيد. هذه الاغنيه كانت السيده ماجده الرومي، كانت يلاه نزلاتها هذيك الاسبوع اللي انا كنت فيه مشتركه في البروغرام، ايوا، وجاتهم الفكره انه نغنيها، فتبارك الله هذيك الاغنيه جابت لي حصدت لي تصويت يعني فلاتوني من الناس. وكون ما غنيتش هذيك الاغنيه ما كنتش يمكن نكمل حتى الاخر، لانه بقيت كنحصد التصويت الاخر، فكان فالا خير عليا. وكنحيوا هذوك العمالقه وسيده ماجده الرومي، وهذه الاغنيه اصلا هي من اعز الاغاني لقلب الوالده ديالي، كنحييها. تحياتنا الام ديالك وصديقتي حياه جبران كيموتوا عليها، تحياتنا لهم كاملين. صفاء وهنا الجديد اللي مازال جايبين الجمهور ديالكم، شنو كتحضروا؟ انا وصفاء كنحضروا اغنيه جديده سينجل غتنزل هذه المره بكليب. وي وانا وصفاء باقي في مشاورات ومناورات ودراسات. كتخاصموا كتخاصموا اثناء الخدمه؟ كلمه كتناقشوا ضروري، لانه اي منتوج زوين تيكونوا مجتمعين فيه او مشتركين فيه جوج ديال الاشخاص. مفاجات تغريدتنا هذه الليله لرجاء قصابني. صفاء وهناء منورينا لاول مره في بلاطو تغريده، مرحبا بكم. مساء الخير، مرحبا بكم. بونسوار، مرحبا، تفضلوا. اهلا وسهلا، مرحبا، تفضلوا.
له مرحبا بكم صفاء وهناء. رجاء كي جاتك المفاجأة ديالنا اليوم؟ أول حاجة صفقوا بزاف على هادو التوأم لؤلؤتي لؤلؤات المغرب، سميتهم أنا لؤلؤتي المغرب. تبارك الله عليهم، عندي معاهم واحد القصة طويلة غادي نحضروا عليها من بعد، لكن انا فعلا خاص الجمهور يعرف انا ما كنتش عارفه كنخبيهم من قبلها وتلقى برنامج كيخبيهم ما شاء الله.